السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. معانا النهاردة مع تاني فيديو من سلسلة Penetration Testing Labs بعنوان Wireless Network Attacks Part 1. إن شاء الله النهاردة هناخد بعض الأتاكس أو الهجمات اللي نقدر نعملها على أي Wireless Network، زي مثلا إن أنت إزاي تكسر باسورد، إزاي تكسر أو تعمل باي باس للماك فلتر، إزاي تعمل فيك أكسس بوينت، وبالتالي تنفذ مان ميدل أتاك. طبعا أنا جزأت الـ Wireless Network Attacks على فيديوهين، فيديو التاني وفيديو التالت. فالنهارده ان شاء الله هناخد بارت 1. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنستخدم زي ما قلت في فيديو الانترودكشن، في الاتاكس بتاعتنا هنعتمد على الكالي لينكس. وطبعا انا هعتمد في الاتاكس الوايرلس بتاعي على كارت الالفا، كارت يو اس بي وايرلس كارد. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هفتح التيرمينال في الكالي لينكس، اكتب اف كونفج. فطبعا هنا الاي بي 192.168.34.34، تمام. اروح للبيوتي واكتب 192.168.134.34، تمام. وبالتالي هدوس اوبن. تقريبا لسه عشان عايز اشغل الكونكشن اس اس اتش اي تي سي انت دوت دي اس اس اتش ستارت، تمام. هفتح تاني 192.168.37.134. تمام. هنحتاج بس ايه، نكتب نغير الفونت ونكبره شوية، نعمل بولد اتاليك على 16. ابلاي، تمام. طبعا انا هنا طبعا جايب لي نقط، مع انه المفروض يبقى اللوجن از روت، بس انا عشان ما حولتش اللغة العربي للانجليش. طيب هعمل هنا ريستارت، تمام. روت، الباسورد بتاعي تور. بعدين اف كونفج، الاقي كارت الالف عندي متعرف على انترفيس دبل لاين زيرو. انا هشغل خاصيه، هعمل امر اسمه ايرمون داش ام جي ستارت دبليو لاين زيرو. ده هيعمل لي ايه؟ ده هيخليني او هيشغل لي كارت الالفا على وضعيه المونيتور مود. وضعيه المونيتور مود دي الوضعيه او فيتشر انت بتعمل لها انيبل جوه كارت الالفا، بحيث ان هو يقدر يعمل لك سكان على الوايرلس نتوركس حواليك. طب انا عايز ادور بقى على الوايرلس نتوركس اللي حواليا، اعمل ايه؟ دام داش ام جي مون زيرو، تمام. جاب لي اول وايرلس اهو. الوايرلس دي الماك ادرس بتاعها اوله اي 0 واخره 64. اي سي اس اي دي اسمه دكتور اسلام. نوع تشفيره الويب، نوع تشفيره الباسورد ويب 2، تمام. ونصبر شويه. ادي ظهر عندي الوايرلس نتورك اللي هو احمد رأفت. ده الماك ادرس بتاعه، البي اس اس اي دي ده الماك ادرس بتاعه. خلي بالك ان بيقول لي بقى ايه، ان الوايرلس او الجهاز اللي الماك ادرس بتاعه اخره دوت اي اخره 2 اي متصل، انا اسف، اللي اخره 4 دي، اللي اخره 4 دي الاستيشن اللي هو الجهاز الماك ادرس بتاعه اخره 4 دي متصل على الوايرلس الماك ادرس بتاعها اخره 5 57 20، اللي هو مين 57 20؟ لو بصينا فوق في جدول الاكسس بوينتس اللي هو احمد رافض، خلي بالك ان هو متشفر هنا بالويب 2، تمام. هعمل كنترول سي، هقفل السكان بكنترول سي اول بس، تمام. بعدين هكتب ايرو دمب داش ان جي داش دبليو احمد داش سي 6، لان هو هنا شغال على تشانل 6. انا هنا عايز ابحث على كافه الكونكشنز والداتا اللي رايحه الاكسس بوينت دي. يعني امر الايرو دمب في الاول اللي هو ايرو دمب مون زيرو، ده هيجيب لي كل الاكسس بوينتس اللي حواليا، اعمل لي سكان على كل الاكسس بوينتس اللي حواليا. اما الامر التاني ده بقى اللي انا هكتبه، ده انا بقول له لو سمحت انا عايزك تعمل لي سكان على النتورك دي بالذات، على الاكسس بوينت دي بالذات. و اجنور نيجاتيف 110 وادوس انتر. طبعا انا بس اضطريت راستر الكالي. هنكتب بقى ايه، امر الايرنامب داش ان جي داش دبليو احمد
داش سي 6 بي اس اس اي دي، وهنكتب الماك ادرس بتاع الاكسس بوينت دي، واجنور نيجاتيف 1.0، ندوس انتر. هنا بقى بيعمل ايه؟ هنا بيراقب كافه الكونكشنز اللي بتتم على الاكسس بوينت اللي اسمها احمد رفعت، الاكسس بوينت دي بالذات. واضح كده؟ طيب انا محتاج ايه بقى؟ انا محتاج لحظه معينه تحصل. اللحظه دي لو حصلت ساعتها يبقى سهل بالنسبه لي جدا اخد الباسورد. اللحظه دي ان حد يجي على الاكسس بوينت كده ويكونكت على الاكسس بوينت، يعني مثلا انا عندي الاكسس بوينت دي، اول ما اعمل كونكت في لحظه ما انا مشغل الامر بتاع الايرو دامب داش دبليو، اسم الفايل اللي هسيف فيه الكابتشر على الاكسس بوينت دي على الشانل بتاعتها اللي هي شانل 6، اول ما بشغل الامر ده وتشوف دلوقتي ايه السيرش شغال تمام، محتاج حد بقى يدوس كونكت. واضح كده؟ طيب فانا هضطر استنى لحد ما ايه كلاينت يخش على الاكس بوينت يدوس كونكت تمام. فاول ما يدوس كونكت هيجيب لي حاجه كده اسمها ويب هاند شيك. الويب هاند شيك دي مجموعه داتا متشفره بالباسورد، متشفره بايه؟ بالباسورد، يعني معمول لها انكريبشن بواسطه الباسورد بتاع الاكس بوينت دي. واضح كده؟ طب ده كلام جميل جدا. طب انا هل هضطر استنى ان حد حد يكونكت على الاكسس بوينت وانا بعمل سيرش؟ ايه رايك لو انا جيت فصلت انا عندي جهازين دلوقتي، خلي بالك عندي جهازين كونكتد على الاكسس بوينت. ايه رايك لو انا فصلت جهاز من دول؟ فالجهاز من دول لو اما يتفصل عن الاكسس بوينت هيضطر يعمل كونكت مره تانية اوتوماتيك، خصوصا لو مثلا ده موبايل يعني اندرويد مثلا، او ده مثلا ويندوز 8. انت عندك الويندوز او الاندرويد، لو انت اتفصلت عن الاكسس بوينت و الاكس بوينت رجع تاني، الكونكشن رجع تاني، الجهاز عندك بيعمل ريكونكت اوتوماتيكلي من غير ما يسالك كيوزر. انا طبعا هفتح سيشن تانيه، هعمل كليك يمين دوبليكيت سيشن. طب انا هفصل بقى ازاي؟ امر الاير بلاي، اير بلاي داش ان جي داش 00 داش اي، الداش اي ده اللي هو اكتب الماك ادرس بتاع الكالي، انا اسف الماك ادرس بتاع الاكسس بوينت. داش سي انا هفصل اني جهاز بقى؟ هفصل مثلا الجهاز ده اللي هو اخره اي 7. اجنور نيجاتيف 1.0. كده بقى ايه؟ بيفصل الجهاز. لو انا جيت راقبت كده الداتا اللي رايحه الجهاز اللي هو اخره اي 7 ده، فريمز هتلاقيه بتقل وبتعلى، بتقل وبتعلى. ليه بتقل؟ يعني يعني لا انا اسف، الفريم بتلاقيه بتقف شويه كده بتعلى مره تانية. ليه بتقف؟ لان انا كده فصلته، جه عمل ريكونكت تاني، بيعمل ايه؟ ريكونكت تاني وبعدين بفصله تاني. طول ما انا مشغل الامر ده مش هيقدر يكونكت اصلا على اكسس بوينت، يعني طول ما انا مشغل الامر ده اللي هو الاير بلاي، الجهاز الماك ادرس بتاعه اخره اي 7 مش هيقدر يكونكت على الاكسس بوينت. واضح؟ هو دلوقتي حاليا فريمز بتعلى لان هو بيعمل محاولات ان هو ايه يكونكت على الاكسس بوينت. تعمل كنترول سي اوقف كده، شوف كده الويب هاند شيك جات لي مره ثانيه ولا لا. بالفعل الويب هاند شيك وصلت لي تمام. ده بقى الملف او الداتا اللي اتبعتت ما بين الكلاينت اللي عمل كونكت على الاكسس بوينت، متشفر بواسطه الباسورد. فانا بالتالي هدوش كنترول زد، انا خلاص خدت ملف الويب هاند شيك، انا كده خدته واترمى فين؟ اترمى في الفايل او الفولدر اللي اسمه احمد. طب ده كلام جميل. ايه اللي فاضل عندي؟ اللي فاضل عندي ان انا هجرب باسوردات كتير جدا بحيث ان الباسوردات دي هتفك الشفره بتاعت الويب هاند شيك. طب دي اعملها ازاي؟ اولا لازم يكون عندك حاجه اسمها باسورد ليست او ديكشنري باسورد ليست. الديكشنري باسورد ليست مجموعه
فايل تكست كده موجود فيه باسوردات كتير جدا في حدود مليارات الباسورد، ملايين الباسوردات او مليارات الباسوردات. هيمسك باسورد باسورد من الدكشنري ليست دي وهيجربه على الويب هاند شيك، لو فكت الشفره يبقى ده الباسورد بتاعي، لو ما فكش الشفره هينقل على الباسورد اللي بعده وهكذا. طب انا اكريت الدكشنري ليست ازاي؟ اولا انت ممكن الدكشنري ليست دي تنزلها من على من عن ممكن تنزلها من على النت ديكشنري ليست جاهزه، او ممكن انت تعمل ديكشنري ليست خاصه بيك. يعني مثلا انا هعمل ديكشنري ليست بسيطه كده بتول اسمها الكرانش ديكشنري ليست. مثلا هقول مثلا ان الباسورد بتاعي ات مينيمم ممكن يكون 4 كاركتر، اربع خانات، والماكسيمم بتاعي ممكن اخليه مثلا 5. واضح كده؟ طيب وهقول ان الاحتمالات اللي في كل خانه، احتمالات كل خانه هتكون مثلا من 0 1 2 3 مثلا يعني، وهسيف ال احتمالات الباسوردات دي يعني الكرانش. انت بتقول له ايه؟ انا متوقع الباسورد هيكون 4 خانات ات مينيمم، او ات ماكسيمم هيكون 5 خانات، جوه كل خانه بتتراوح من 0 مثلا من 0 ل 3. وهسيف بقى ايه الملف ده مثلا في الروت، هسيبه كده في الديسك توب باسم مثلا احمد رأفت، او احمد مثلا دوت رأفت، خليها احمد داش رأفت. تمام كده، وهندوس انتر. طيب انا كده كريت باسورد ليست صغيره كده عشان اوريك الكرانش دي بتعمل ايه. هروح عندي للكالي، ادي ملف احمد رأفت اللي هو اتكريت، دي باسورد ليست اتكريت بوست الكرانش. افتحها كده، بص بدأ بايه؟ انت قلت له قال لي عدد من احتمالات الباسورد اربع خانات. تمام كده، اربع خانات. بدأ بقى ايه يجرب 000، طب 0001، 0002، 0003، وهكذا، وقعد بقى يجرب على الاحتمالات بتاعتك دي كلها. واضح كده؟ فبالتالي انت بتقعد تجرب الاحتمالات بتاعت الباسورد ليست. ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه ديكشنري ليست. انت بقى عندك بتجرب كافه الباسوردات اللي انت كريتها. طب هنا بقى في سؤال تقول لي، طب يا باشمهندس انا هتوقع ازاي الباسورد بتاعت الاكسس بوينت اللي قصادي؟ يعني انت كده اجبرتني ان انا اللي هكريت الاحتمالات، انا اللي هعمل الاحتمالات، انا اللي هوجدها وهخلي الكالي لينكس هو اللي يجرب وسطها. ما هو ده تقدر تقول الاسلوب الوحيد لفك شفره الويب 2 باسورد. الويب 2 اللي هو يعتبر اقوى تشفير. انت اي هاكر، كلنا عارفين كمهندسين سكيورتي ان اي هاكر قبل ما بيخترق سيستم بيجمع معلومات عن السيستم. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي عندي الاس اس اي دي، الاسم بتاع الاكسس بوينت اسمها احمد رفض، قد يكون جوه الباسورد بتاعت الاكسس بوينت دي مكتوب فيها احمد او رافت او احمد رافت، صح ولا لا؟ قد يكون، وموجود فيها مثلا ارقام والكلام ده. انت اللي عليك ان انت تجمع معلومات عن الاكسس بوينت دي، تحاول تجمع معلومات عن الاكسس بوينت دي. بناء على المعلومات اللي انت جمعتها تقدر تكريت الاحتمالات. الاحتمالات مثلا انا متوقع ان هي هتكون فيها احمد، هتكون مثلا فيها مثلا بعد احمد هيكون في مثلا من 0 1 2 3 وهكذا. تمام، في تول تانية بتعمل لك كرييت، بتكريت لك باسورد ليست غير الكرانش اسمها كابي. الكابي دي بقى تول جميلة جدا. الكابي ده بيسألك أسئلة عن الفيكتيم أو عن الضحية، بيقول لك مثلا هو اسمه إيه؟ طب لو متجوز اسم مراته إيه؟ طب اسم والده؟ طب اسم ابنه؟ اسم بنته؟ تاريخ ميلاده؟ رقم تليفونه؟ أنت بتدخل كل المعلومات دي عن الكابي، هو بيسألك. واضح؟ وانت بتدخل المعلومات دي كلها، بناء عليه هو بيكرييت ليك باسورد ليست خاصة بالفيكتيم دي، خاصه بالفيكتيم ده اعتمادا على المعلومات اللي انت اديتها له. واضح؟ فبدل ما يكريت لك باسورد ليست في حدود مثلا 3 مليار باسورد، يكريت لك مثلا باسورد ليست في حدود 30,000 او 300,000 باسورد. فبالتالي الموضوع هيكون سهل اكتر بالنسبه لك. طيب انا دلوقتي اصلا مكريت باسورد ليست عندي، انا مكريتها اسمها باسورد داش ليست داش 1، دي اللي انا هستعملها في الكراك بتاعي. هستعمل تول اسمها اير كراك. طيب الاير كراك دي هعمل بس ال اس، ملف الكابتشر بتاعي كان فين؟ ده ملف الكابتشر بتاعي اللي هو احمد داش 03، ده اللي هو حط فيه الويب هاند شيك. طب انت ممكن تقول لي طب اشمعنى احمد داش 01 ما خدوش؟ اشمعنى 02؟ هقول لك اصل انا عملت امر الايرو دامب داش دبليو احمد دي 3 مرات، فطبعا انا في ثالث مره دي قدرت اوصل فيها للويب هاند شيك، فده ثالث مره اللي هو 03، فده هو الملف اللي هو بامتداد دوت كاب. تمام كده، انا طبعا دوست ال اس بيجيب لي الفايلات الملفات الكابتشر الموجوده عندي، فانا هاخد الملف اللي هو بتاع احمد داش 03
دوت كاب اللي هو الويب هاند شيك اللي هو متشفر بواسطه الباسورد. فانا الملف ده هقعد اجرب عليه الباسوردات بتاعتي، وباسورد منهم واحد فقط هو اللي هيفك الشفره بتاعته، اذا هو ده الباسورد الصحيح. طب اوصل ده ازاي؟ اكتب اير كراك داش ان جي احمد داش 03 دوت كاب. طب فين الباسورد ليست بتاعتي؟ امتدادها فين؟ الامتداد بتاعها او الباس بتاعتها روت ديسك توب باسورد ليست 1، وهدوس انتر. دلوقتي هيقعد يجرب لي في الباسوردات. طبعا ايه هنا جرب لي فعلا، جاب لي الباسورد بتاعت الاكسس بوينت دي اهي، احمد رأفت من 1 لـ 6. واضح كده؟ خلي بالك انت عندك الكالينكس هنا عندي بيجرب في حدود 2853 كي يعني باسورد على الثانيه، فالموضوع بالنسبه لك بيكون سريع. واضح كده؟ فبالتالي كده قدرت اجيب الباسورد. طيب ده كلام جميل جدا. انا كده خلصت اول اوبجكتيف ان انا اكسر باسورد اكسس بوينت. طيب في اوبجكتيف تاني عندي، او في اتاك تاني عندي. في اتاك تاني عندي. لو انا جيت فتحت الفايرفوكس، واضح كده، ورحت جيت كتبت 192.168.1.1، كتبت الايه ال هدخل على صفحه الراوتر بتاعتي. طبعا انا هرجع بس للكالينكس ده، عندي ايه كارت الالفا عندي قاري الاكسس بوينت بتاعت احمد رافت. انا هدخل عليها وهكتب ايه، هكتب الباسورد طبعا احمد رافت 1 2 3 4 5 6، واعمل شو باسورد كده. يبقى انا كده فعلا كتبها صح، واعمل كونكت. طيب تمام، هو كده عمل كونكت على الاكسس بوينت. لو انا جيت على من بره كده ورحت جيت اف كونفج، هلاقي ان كارت الالفا عندي واخد اي بي من الراوتر بتاعي، اللي من الراوتر اللي انا لسه كاسر الاكسس بوينت باسورد بتاعته 192.168.1.5. خلي بالك ان دي الماك ادرس بتاع كارت الالفا. هنا بقى ايه الشركات بتقول، طب طالما انا هعمل اكسس بوينت وممكن الباسورد بتاعها تتكسر، فايه رايك ان انا هعمل حاجه اسمها ماك فلتر؟ ايه هو الماك فلتر؟ ان انا هكتب مجموعه ماكات، ما هو الماك ده بيعبر عن ايه؟ الجهاز. واضح كده؟ فانا هكتب، هجيب ليست كده واكتب فيها الماكات الالاود اللي هي تخش على الاكسس بوينت، الالاود ليها، المسموح ليها ان هي تخش على الاكسس بوينت. يعني لو انا مثلا جيت قلت ان كافه الماكات هتقدر تخش فيما عدا الماك ادرس ده، الماك ادرس ده اللي هو اخره 2 اي اللي هو بتاع كارت الالفا، فبالتالي كل الاجهزه تقدر تخش على الاكسس بوينت بشرط الاجهزه اللي معاها باسورد، الباسورد بتاع الاكسس بوينت فيما عدا كارت الالفا. كارت الالفا ان انا حطيت الماك ادرس بتاعه في قائمه الديناي، يعني ديناي يعني مش هيسمح ان هو يخش، حتى لو انت معاك الباسورد بتاعت الاكسس بوينت مش هيسمح يدخلك، مش هيسمح لك انك تخش. ليه؟ لان انا حطيت الماك ادرس بتاعك في قائمه ايه؟ قائمه الديناي، قائمه الديناي. طيب انا هعمل الماك فلتر ده. طب انا هعمل الماك فلتر ده ازاي؟ خش هنا عندي مثلا صفحه الراوتر عندي، خش على بتهيألي هي الادفانسد، خش على وايرلس مانجمنت اهو. انا هكتب الاكسس بوينت بتاع الاكسس الكالي لينكس، هكتبه هنا بيست. طبعا انا هعدل الشكل بتاعه لان هو مش دبل كولون، الراوتر بياخده بالداش، واعمل اد. طب قبل ما اعمل اد، لو انا جيت عملت بينج على 192.168.1.1 اللي هو الراوتر بتاعي، انا بعمل بينج على الراوتر بتاعي، وهنا خلي بالك بقى ايه، وسايب البينج شغال، سيبه شغال، وانا هكتب دلوقتي الماك ادرس بتاعي في قائمه الماك ادرس فلتر، وهدوس ديناي الليست اذر الاو، يعني الليست اللي انا كاتب فيها الماك ادرس دي هتبقى ديناي، مش هيكون مسموح لها انها تخش على الاكسس بوينت، والباقي الاكسس بوينت باقي الماكات هتخش على الاكسس بوينت عادي جدا لو كاتب لك اذرز الاو، وهدوس اد. بيقول لي الفورمات فيها مشكله. تمام، وهدوس اد اهو، كده ضاف لي الماك ادرس. بص بقى، المفروض ان انا كده دلوقتي كده عملت ايه؟ المفروض ان انا دلوقتي كده حطيت الاكس الكالي الماك ادرس بتاع كارت الالفا، يعني هو كده اصلا مش هيكون مسموح له ان هو يخش على الاكسس بوينت. تمام كده؟ هو كده مش هيكون مسموح له ان هو يخش على الاكسس بوينت. انا كده حطيته في قائمه الحظر. واضح؟ تاني
طب هو عمل كونكت، طب ليه؟ عشان انا لسه ما عملتش، المفروض اعمل ريستارت للراوتر، فانا هعمل ريستارت للراوتر لان هو ما حطوش في قائمة الحظر ولا حاجة، فانا هعمل طبعا ريستارت الاول للراوتر و save and deboot. دلوقتي انا عملت عملت ريستارت للراوتر، هجرب اكونكت بقى من ايه، كارت الالفا. الواضح كده طالما هو طول ان هو كده مش هيكونكت. طيب انا دلوقتي كده عرفت انا معايا الباسورد الصح، ولقيت نفسي برضو ما دخلتش على الاكسس بوينت، اذا الماك ادرس بتاعتك محطوطه في قائمه الحظر، او اما يكون الادمنستريتور كتب مجموعه ماكات على الاكسس بوينت وعملها الاو اذر ديناي. اذر ايه؟ اذر ديناي، يعني هو جه على الادفانسد على الوايرلس مانجمنت وراح كتب سلسله ماكات الاو ليست، يعني الماكات الموجوده في الليست اللي انا هكتبها دي الاو اذرز ديناي. فطبعا اي شركه بتحط الماكات بتاعه الاجهزه الوايرلس بتاعتها في الالاو تمام كده، واي ماك ادرس غير الماكات دي بيبقى ديناي. طب انا بقى عايز اخش برضه على الاكسس بوينت، هعمل ايه؟ هكسر الماك ادرس، الماك فلتر دي اسمها ماك فلتر او اسمها اكسس ليست فلتر، انا عايز اكسرها. طب هكسرها ازاي؟ بمنتهى البساطة أنا لو جيت عملت هنا بقى نركز مع بعض، أنا لو جيت عملت سيرش بواسطة الايرو دامب على الاكسس بوينت اللي أنا عايز أخش عليها، مش هو هيجيب لي الأجهزة الكونكتد على الاكسس بوينت؟ هتقول لي أيوه يا أحمد أنت لسه موريهاني من 10 دقايق. طب ده كلام جميل جدا، يبقى انا طالما شفت الاجهزه او الستيشنز الكونكتد على الاكسس بوينت دي، يبقى مش الاجهزه دي معناها ان هي موجود في قائمه الالاود؟ هتقول لي ايوه كلام جميل. هقول لك طيب كلام جميل، مش انا هقدر افصل منهم جهاز او اتنين؟ هتقول لي اه هقدر افصله بواسطه التول الاداه بتاعت او التول اللي هي بتاعت الاير بلاي. طب ده كلام جميل، طالما هقدر افصله انا بقى هفصله وهاخد الماك ادرس بتاعه، يعني هاخد الماك ادرس بتاعه هخش للاكسس بوينت وكاني الماك ادرس بتاعت الضحيه اللي انا فصلته واللي هو اصلا اللود على ايه الاكسس بوينت. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ طب بمنتهى البساطه نروح للروت التيرمينال بتاعت الكلينكس وهنعمل امر الايرو الايرو دامب ده مره تانية، ايرو دامب داش داش بي اس اس اي دي، و هنكتب الماك ادرس، هناخد الماك ادرس ده تمام داش سي 6 و اجنور نيجاتيف 1 مون 0 اهو. بص يا سيدي طالما انت شفت عندك جهاز كونكتد على الاكسس بوينت، كونكتد على الاكسس بوينت، يبقى الجهاز ده مسموح له ان هو يخش على ايه؟ على الاكسس بوينت. فانت هتاخد الماك ادرس بقى بتاعه وهتلزق الماك ادرس بتاعه ده في كارت الالفا، يعني اصبح كارت الالفا مش الماك ادرس بتاعه اللي اخره اي 2 اي، لا هيبقى اخره اي 7. فبالتالي لما يجي يخش على الاكسس بوينت، الاكسس بوينت هيشوف ايه؟ هيشوف الباسورد، الباسورد سليمه، وكذلك هيشوف الماك ادرس، الماك ادرس بتاعتك موجوده في قائمه اللاو عندي هيدخلك. طب انا هكسر بقى ايه الماك فلتر دي ازاي؟ طب انت دلوقتي خدت الماك ادرس دي واضح، هعمل امر اسمه الاير بلاي داش ام جي داش 00 داش اي تمام داش سي، ان انا هفصل الجهاز ده وهعمل اجنور نيجاتيف 1 مون 0 وادوس اوكي. كده بدأ يفصل الايه الجهاز ده اللي اخره ايه 7. طيب ده كلام جميل، هو كده فصله. اجي خلي بالكم ان الماك ادرس ده بتاع الواي فاي عندي، بتاع الكارت بتاع كارت الواي فاي البيلت ان جوه اللابتوب بتاعي. يعني انا هروح هنا هلاقي نفسي فعلا ديسكونكت، يعني انا كنت كونكتد من شويه دلوقتي بقيت ديسكونكت تمام كده. طب ده كلام جميل، هنفتح تيرمينال تانيه هنكتب فيها بقى امر خطير جدا، امر الاول هنقفل كارت الالفا اف كونفيج دبليو لان 0 داون هنقفله، وبعدين هنعمل امر بقى اسمه ماك تشينجر داش ام، هاخد الماك ادرس اللي هي دي
83 دي، تمام. الماك داش ام طيب ماك تشينجر داش ام، الماك ادرس اللي هي 83، اللي هي 83 او طيب هي، بس في هنا مشكلة، ماشي، اللي هي 83.94 دبل كولون 96 دبل 96 دبل كولون 87 دبل كولون اي 0 دبل كولون اي 7، تمام. وهدي الماك ادرس ده للدبليو لان 0. بيقول لك دلوقتي الكرنت ماك ادرس اللي هو اخره 2 اي، اللي هو الفيزيكال او الريال ماك ادرس بتاع كارت الالفا. دلوقتي ده بقى الفيك ماك ادرس دلوقتي بتاع كارت الالفا. لو انا جيت عملت اف كونفيج دبليو لان 0 اب، يعني اف كونفيج، بص بقى يا سيدي، هتلاقي عندك كارت الالفا ايه، واخد الماك ادرس بتاع الجهاز اللي انا لسه فاصله. طبعا انا هوقف الكود ده دلوقتي بقى، تمام. حلو قوي. انا دلوقتي هجرب اكونكت على الاكسس بوينت، هعمل كونكت مرة ثانية، تمام. وادي عندي كونكشن استابلشد. دلوقتي انا دخلت على الاكسس بوينت، يعني انا دلوقتي دخلت على ايه، الاكسس بوينت. لو انا جيت كتبت اف كونفيج دخلت على الاكسس بوينت ليه؟ لان انا دخلت عن طريق الماك ادرس ده. هو هل الماك ادرس ده بتاعي؟ لا، ده بتاع الجهاز اللي انا فصلته، بس الجهاز اللي انا فصلته ده الاود على ايه، الاكسس بوينت، بدليل ان انا اما شغلت امر الايرو دامب لقيته كونكتد على الاكسس بوينت. واضح كده؟ يعني انا مثلا لو رحت لصفحه الراوتر عايز بقى افيريفاي ده بالظبط كده، اتاكد. طبعا عشان انا هنا مفصول عن، طيب لو انا مثلا رحت هنا ابلكيشن انترنت، هروح لصفحة الراوتر، طبعا هنا مش راضي يخش على هنا على صفحة الراوتر. طيب هجرب هنا من هنا، تمام. انا رحت لصفحة الراوتر اهو، لان في الادفانسد ده بتاع لان كلاينتس. بص هنا بقى ايه هيقول لي، ان انت الكالي بقى دلوقتي واخد متوصل على الاكسس بوينت بتاعت الراوتر، وواخد دوت 3. انا عايز اتاكد، هكتب اف كونفيج، فعلا هو واخد فعلا 1 دوت 3، يعني هو فعلا كونكتد، هو فعلا ايه، هو فعلا كونكتد على الاكسس بوينت. انا كده يعتبر خلصت اول فيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.